موشن ويز كونستانت اكسلريشن. دي التجربه اللي قدامنا بتتكون من سوفت وير بيستخدم في قياس زمن مرور العربيه خلال الضوء، وبيستخدم في ايجاد عجله العربيه ديت. برضه من ضمن المكونات فوتو جيت، خليه ضوئيه، وجسم بيتحرك، جسم بيتحرك، وبني سموث علشان نلغي تقريبا الفريكشن، وعلشان يبقى الشد على طرفيها متساوي، وفي تقل متعلق في الاخر. ممكن اتسال سؤال في التجربه دي، في تقل متعلق في اخر الحبل اللي بيشيل الناس. ممكن اتسال سؤال مهم جدا في التجربه ديت، هو ليه العجله ثابته في التجربه دي؟ لان الحركه هنا بتتم تحت تاثير فورس ثابته، والشد ده ثابت ليه؟ علشان الشد ده جاي نتيجه لوزن ثابت، فالفورس لو ثابته طبقا لقانون نيوتن الثاني، فالفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. الفورس ثابته والماس ثابته، يبقى العجله ثابته. اذا التجربه ديت بيسموها موشن ويز كونستانت اكسلريشن. الغرض منها هو قياس عجله العربيه اللي بتتحرك. طيب خطوات تنفيذ التجربه. رقم واحد، بحدد البدايه والنهايه في التجربه دي، وطبعا النهايه هي لحظه مرور البارير، هو ده البارير اللي هو القاطع، لحظه مرور البارير في الضوء، هو ده بالنسبه لي بيمثل نقطه النهايه. اما البدايه انا اللي بتحكم فيها، ممكن اقيس بالمسطره المسافه من هنا لهنا، يبقى انا جبت المسافه ما بين البدايه والنهايه المساحه. ممكن اقرب شويه، ممكن ابعد شويه، لكن الحقيقه هو اللي هيتحكم فيا في الامتحان، لانه هيطلب مني ان انا اشتغل عند ديسبليسمنت ثابته. ديسبليسمنت هو اللي بيحددها لي، فبيجي في الامتحان بيقول خلي الديسبليسمنت مره ب 30، مره ب 40، مره ب 50، مره ب 60. بشويه تركيز صغيرين هلاقي ان انا جيت على الديسك اللي قدامي ده، رحت مقسمه 0 10 20 30 40. تاني 0، وده واضح ان البارير او الفوتو جيت واقف عند الصفر، واقف عند الاورجن. وهنا انا كاتب 10، وهنا 20، وهنا 30، وهنا 40. يعني اعتقد ان احنا مفيش داعي نقيس بالايه؟ بالمسطره، لان هو تقريبا الدرج اللي قدامي او الترابيزه اللي قدامي مدرجه من غير ما احتاج مسطره. فانا لو جيت وقفت في نقطه مهمه، وقفت، هوقف اول العربيه ولا اخر العربيه ولا نص البارير؟ قال لك نص البارير، لان الحقيقه اللي بيتحرك هنا مش العربيه، ده اللي بيتحرك البارير، لان هو اللي هيقطع الضوء في الاخر يا جماعه. طيب فانا باجي في الامتحان واوقف مثلا نص البارير عند 40، نص البارير عند 40، كده انا عندي المسافه ما بين البدايه والنهايه، المسافه ما بين البدايه والنهايه عباره عن 40 سم. طيب يبقى ابدا اسجل الكلام ده على الكمبيوتر، ان الاس بتساوي 40 مره ب 30 مره 50، ان احنا الحقيقه نعيد التجربه كذا مره، مره الاس ب 40، مره الاس ب 30، مره الاس ب 20، مره الاس ب 10، وهكذا. طب في كل مره بنقيس ايه؟ في كل مره بقيس زمن مرور البارير في الضوء، في كل مره بقيس زمن مرور البارير في الضوء. الزمن ده الحقيقه بيطلع لي هنا في العداد الزمني، في العداد الزمني اللي ظاهر على شاشه الكمبيوتر. طيب القانون المستخدم علشان الناس تفهم احنا عايزين نوصل لايه، القانون اللي احنا هنستخدمه بيقول في تجربه الموشن ويز كونستانت اكسلريشن، موشن ويز ايه كونستانت، هو في النهائيه تربيع بيساوي في الابتدائيه تربيع زائد 2 الاكسلريشن بتاعت العربيه في الازاحه اللي انا بحط العربيه عند 40 عند 30 عند 20 زي ما اتفقنا. ستارت فورمولست يبقى الفي انيشال بتساوي 0. طيب الفي النهائية تربيع ده هجيبها ازاي؟ هي لحظة مرور البارير في الضوء، هي عبارة عن عرض القاطع، وهنشوف بنحسبه ازاي دلوقتي، على زمن مرور القاطع في الضوء، يبقى الكل تربيع، الكلام ده بيساوي 2 الاكسلريشن في الاس. معايا الاس ومعايا عرض القاطع ده كده عرض